الآن لمناقشة كل ما يجري فيما يتعلق بعمليات الفرز والعد والدعاوى القضائية وكل ما ننتظره من نتائج محتملة في الساعات القادمة، نناقش مع ضيوفي. معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية الصحفي توم روغن، معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ محمد سليمان الباحث في معهد الشرق الأوسط، ومعنا أيضا من واشنطن داليا العقيدي كبير الباحثين في مركز السياسات الأمنية. مرحبا بكم جميعا. توم، دعني أبدأ معك. نتحدث عن ولاية بنسلفانيا، الخبر الذي أشرنا إليه قبل قليل، إمكانية أن تعلن نتائج اليوم. هذه ولاية قد توضح الأمور بشكل نهائي إذا تم الإعلان عن نتائج نهائية اليوم. 20 مقعد انتخابي في المجمع الانتخابي، إذا فاز بها بايدن انتهت العملية، إذا فاز فيها ترامب تعزز بشكل كبير فرص فوزه بفترة ثانية. ما رأيك، تعليق سريع على مسألة بنسلفانيا؟ أعتقد أن النقطة الجوهرية هنا هي أنه إذا فاز جو بايدن بنسلفانيا، ويمكن أن نرى إعلاناً عن هذا الأمر الليلة أو في الصباح الباكر، وربما إذا فاز بها سيكون عملياً الرئيس الفعلي للولايات المتحدة. هو يحتاج إلى فوز بهذه الولاية إذا أراد أن ينهي الأمور، وبطبيعة الحال هناك جهود من حملته وكذلك خلف الكواليس تفيد بأنه إذا فاز بهذه الولاية ستكون مشكلة لترامب. طبعا ولاية مهمة للغاية، وبانتظارها وانتظار ولايات أخرى. طبعا هناك في الغرب الأمريكي نتحدث عن نيفادا وأريزونا تحديدا. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما الذي تتوقع في الساعات القليلة القادمة فيما يتعلق ربما بالإعلان عن نتائج من بعض هذه الولايات المهمة؟ شاهدنا منذ قليل أنه بنسلفانيا في طريقها لإعلان الفائز اليوم، فأتفق مع الضيف العزيز، بمجرد إعلان بنسلفانيا ومن المرجح طبقا للأرقام والمودلز اللي شاهدناها أنه تذهب إلى نائب الرئيس بايدن، وفي حالة ذهاب بنسلفانيا لبايدن وبالتالي انتهى السباق بشكل فعلي بدون الحاجة لانتظار لنتائج أخرى، لأنه ستظل معلقة بسبب الدعاوى القضائية وإعادة فرز في الفترة القادمة. طيب داليا العقيدي، مرحبا بك معنا في هذه التغطية. داليا كبير الباحثين في مركز السياسات الأمنية. ما رأيك داليا، هل ما زالت الفرص متاحة أمام الرئيس ترامب للفوز بهذه الولايات المتبقية أو على الأقل في بعضها؟ شكرا مهند. الفرص يعني مفتوحة للمرشحين إلى حد الآن، نحن بانتظار الأرقام الرسمية في هذه الولايات المهمة جدا، لكن علينا أن نتوقف قليلا في الدعاوى التي بدأت حملة الرئيس ترامب بتقديمها. طبعا عمليا هذه الدعاوى لن تؤثر كثيرا، وحتى تاريخيا العد والفرز لم يؤثر فعليا على نتائج الانتخابات، لكن هذه الدعاوى القضائية والعد والفرز ستساهم هذه العمليات بشكل كبير من تهدئة الشارع، وخاصة تهدئة مناصري ترامب الذين طبعا يستمعون الآن عن عمليات غش، عن عمليات إعادة فر أو تسجيل الأصوات لأكثر من مرة واحدة، وهذه مزاعم على المحكمة وعلى أيضا وسائل الإعلام أن تحقق بها. يعني من حق إذا كانت هناك مزاعم وكانت هناك اتهامات، على وسائل الإعلام التحقيق والتقصي من صحتها أو عدم صحتها بدل من نفيها أو لا، وأيضا على الطرف الذي يطرح هذه المزاعم أن يقدم دلائل عليها، مش هيك داليا؟ بالطبع بالتأكيد، لكن يعني من المؤكد أو من المنطقي جدا، خاصة أن هذه المزاعم ستقدم إلى المحاكم، على من يقوم برفع هذه الدعوة أن يقدم دلائل، وعند ذلك ننتظر هل ستقبل المحكمة بهذه الأدلة. إذا قبلتها يعني أن هناك لها شرعية، وننتظر ماذا يقول القانون. وهذا من حق أي مرشح إذا كنت تتفق معه أو لا، أو إذا كان مرشح جمهوري أو ديمقراط. تماما.
توم، ما رأيك الحديث الآن عن تزوير، غش، تلاعب بالأصوات، تسجيل ناخبين، التصويت أكثر من مرة؟ يعني هذه مسائل لم يسمع عنها أحد في الولايات المتحدة قبل هذا الموسم الانتخابي. لماذا الآن برأيك؟ هل بسبب هذا الإقبال الهائل ومسألة الاقتراع بالبريد، أم أن هناك أغراض أخرى وراءها؟ أعتقد أن المنطق الأساس الذي يبرر به هذا الأمر هو أنه كانت هناك بعض الأشياء وقعت بشكل محدود من قبل بعض الأشخاص مثل أولئك الذين كانوا متوفين وظهروا في قوائم التسجيل والتصويت. والأهم من هذا هو أن حملة ترامب أشارت إلى أنه بعض الأسماء لم توجد، وأن هناك الكثير من الأصوات ظهرت فجأة، وكذلك هناك بعض الأصوات التي كانت توجد في غير مكانها، في غير الولاية التي هي مسجلة فيها. لكن المشكلة الأبرز بالنسبة لحملة ترامب هي أنه بالرغم من حدوث هذه الاختلالات، فإنها ربما لن تقف لتصبح دلائل قوية بحيث يبت فيها في المحكمة العليا في الولاية أو المحكمة العليا في واشنطن للقول إن هناك مشكلة ويجب إعادة العد. أعتقد أن حملة ترامب تعرف أن هذه النتائج مع ظهورها تدريجيا، وإذا بقيت لجو بايدن سيكون هو الرئيس. أستاذ محمد، ما رأيك؟ هل لهذه المزاعم أي مبرر، أي أرضية قوية للقول أنه هناك بالفعل على نطاق واسع عمليات تلاعب أو عمليات اختراق أو عمليات يعني غير قانونية تجري في هذه العملية الانتخابية؟ في تقديري وطبقا لما شاهدناه، قد يكون هناك أعمال فردية أو عن طريق ضيق للغاية، وليس على النطاق الواسع الذي يتم ترديده من الإعلام الموالي للرئيس ترامب بشكل كبير. أنا في رأيي وفي تقديري أن محاولة الطعن في مشروعية الانتخابات هو تمهيد لوجود الرئيس ترامب في الحياة السياسية كرئيس سابق في مرحلة خروجه من البيت الأبيض. هو يريد أن يطعن في مشروعية انتخاب بايدن، هو يريد أن يؤسس لتياره ويمهد لسيطرته الفكرية والإيديولوجية على الحزب، وأيضا أن يذهب لأنصاره ويقول لهم أن الانتخابات تم سرقتها وأنها ليست هزيمة. الرئيس ترامب لديه شغف دائم بمنطق الانتصار، أنه دائما ينتصر دائما وأبدا، وبالتالي هزيمته سوف تكون طعنة لأطروحاته الشخصية. فهو يريد الطعن من هذا المنطق، تمهيد للفترة التالية للبيت الأبيض. لن يذهب بعيدا عن السياسة الأمريكية كما هو المتبعة مع الرؤساء السابقين. هو يريد أيضا الطعن في الانتخابات تمهيدا ل 2024، الانتخابات الرئاسية، في ظل صحة نائب الرئيس بايدن، ومن المرجح أنه سوف يكون رئيس من لمرحلة لجولة واحدة 4 سنوات. وبالتالي هو يريد تمهيد إلى عودة أخرى للبيت الأبيض، ليس هو كرئيس ترامب ولكن لتياره الشعبوي اليميني، ومحاولة أيضا البناء على النتائج الانتخابية اليوم في أمريكا. طيب، بس أنت تقول أنه السيد بايدن في حال نجح سيكون رئيس لفترة واحدة، يعني الأعمار بيد الله في نهاية المطاف أستاذ محمد، لا نعلم هذا الموضوع، قد يكون لفترتين، لفترة واحدة، الله أعلم. داليا، ما رأيك؟ هل مسألة التشكيك بنزاهة الانتخابات، بالمناسبة الرئيس ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات منذ فترة، مش مبارح يعني المسألة بدأت، هو يشكك بنزاهة هذه الانتخابات من حين تم الإعلان بسبب جائحة كورونا بأنه سيكون هناك اعتماد على التصويت بالبريد. ما الذي يستفيد الرئيس من التشكيك بنزاهة هذه الانتخابات؟ يعني أكيد عنده معلومات وهو يشكك، يعني يشكك ليس بنزاهة الانتخابات نفسها، وإنما بنية الديمقراطيين الذي صرحوا بشكل علني على نيتهم لإقصاء منذ حتى قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض. يعني هناك عدم ثقة. لكن هناك نقطة مهمة، يعني نحن عندما نتحدث عن ترامب ونتحدث عن مؤيدي ترامب أو الجمهوريين بشكل عام، ليس كل الجمهوريين هم
من مؤيدوه أو عفوا من مؤيدي ترامب. لكن هناك نقطة مهمة، هذا المد الجديد البروغريسيف، المد التقدمي، هو من يجعل عدد من الجمهوريين الذين لم ينتخبوه في في انتخابات 2016 يقفوا وينتخبوه اليوم ويصرون على تأييده لوقف مد المد التقدمي والتيار اليساري الذي بدأ يعني يجتاح الحزب الديمقراطي، وهذه نقطة مهمة. ثانيا أنه هذه الانتخابات هي انتخابات جديدة، بس وين يجتاح داليا؟ يعني هذا الحديث دائما يكرره الجمهوريون، الرئيس ترامب هو طبعا الذي رفع هذا الشعار، والكثير من الحزب الجمهوري يردد أن البلاد تتجه نحو الاشتراكية، وهناك تيار يساري يعمل على تقويض دعائم الأمة. من هذا الكلام يعني على الأرض وين موجود؟ أين هو التيار اليساري داخل الحزب الديمقراطي اليوم؟ عندك 4-5 يعني أشخاص هؤلاء يمثلون الحزب الديمقراطي؟ لا، لكن هؤلاء الأشخاص أصبح لهم وقع كبير وأصبح لهم تأثير كبير، من بيرني ساندرز إلى مين؟ مثل مين؟ أعطيني أسماء. نعم طيب. بيرني ساندرز إلى أوباما يعتبر اشتراكي الآن؟ طبعا من أكبر مؤيدي بيرني ساندرز. هذول 4 في الكونغرس يا داليا، هذول 4 لا يتجاوزوا 4 في الكونغرس. طيب أن AOC إلى لا، لأني بعرف، عم بقول لك هم 4 في الكونغرس مش أكثر، لكن تأثيرهم تأثير قوي ومدى قوتهم. يعني أنت عارف أنه هناك ثقل، يعني حتى لو أنت كنت عضو في الكونغرس هناك أعضاء في الكونغرس أو أعضاء في مجلس الشيوخ لهم ثقل معين، وأعضاء ثقلهم هو أقل. يعني القرارات أو القوانين التي طرحت في مجلس النواب من الجرين نيو ديلز إلى آخره، يعني هذه الموجة لا ننسى حتى لو عدم تأثيرها هناك لها تشجيع كبير في الشارع. يعني هذه نقاط مهمة يقف فيها الجمهوريون بغض النظر عن عما كانوا يتفقون مع ترامب كسياسته أو كشخصيته أم لا. طيب جيد، هذه نقطة سأعود لأطرحها معك داليا ومع باقي الضيوف، لأن هناك يعني هذا هو الاستقطاب الموجود اليوم. الجمهوريون يقولون أن الحزب الديمقراطي في طريقه إلى أن يتحول إلى حزب يساري، حزب اشتراكي. الديمقراطيون في الوقت نفسه يقولون أن الحزب الجمهوري لم يعد كما هو، وهناك نزعة يمينية شعبوية عنصرية تسيطر على هذا الحزب. أعود للنقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو توم روغان الكاتب الصحفي. داليا طرحت نقطة قبل قليل فيما يتعلق بحالة الاستقطاب، هناك انطباع أو شعور لدى الكثيرين داخل الحزب الجمهوري بأنه البلاد ذاهبة نحو اليسار، الحزب الديمقراطي يأخذ البلاد مزيدا ورويدا رويدا نحو اليسار نحو الاشتراكية، الرئيس ترامب يقول بايدن اشتراكي إلى آخره. في المقابل الديمقراطيون يقولون الرئيس ترامب وجماعته وهذا التيار الذي يمثله هو تيار يميني متطرف عنصري يأخذ البلاد بالاتجاه الآخر. ما رأيك؟ لماذا هذا الاستقطاب وصل إلى هذه الدرجة هذه الأيام؟ أعتقد أن العوامل القائمة أمامنا هي أن الرئيس ترامب كان قائدا يثير الانقسام، إما الناس يحبونه ويقدرون ما يفعله أكثر من أي رئيس آخر، ربما مثل ما حصل مع باراك أوباما في الأشهر والسنوات الأولى. ومن جانب آخر الرئيس ترامب يلعب على هذه القضية ودائما يقول تلك الدعاية في الحزب الجمهوري التي تغذي هذا الاتجاه والتيار، وخصوصا يتحدث عن عدد السيناتورات الذين يؤيدونه دائما، ولذلك الحزب الجمهوري يشار إليه بأنه أصبح أكثر شعبوية وربما يمينيا. بالنسبة لساندرا كورتيز وكذلك هذه السيدة التي كانت تأثرت ببيرني ساندرز وآخرين، مع ذلك الغالبية في الكونغرس من الديمقراطيين هم في الوسط، لذلك هنا هذان التيران المتنافسان من جهة من جانب الحزب الجمهوري ومن جهة أخرى من الحزب الديمقراطي، لكن هناك شباب في كلا الطرفين معتدلين.
طيب أستاذ محمد، ما رأيك، هل بالفعل هناك يعني أرضية لهذه الادعاءات من الطرفين بأن البلاد تتجه نحو التطرف أكثر هذه الأيام؟ للأسف الشديد أنه أقصى اليمين وأقصى اليسار يتشارك في تغذية بعضهم البعض فيما يتعلق بالتشدد في السياسات. أقصى اليمين وهو في ازدياد، وهو بقدوم الرئيس ترامب للبيت الأبيض في 2016 تزايد مساحته وتأثيره على الحزب الجمهوري وابتز القيادات التقليدية داخل الحزب. على الصعيد الآخر نعم هناك صعود لدى يسار، أقصى يسار الحزب الديمقراطي المرتبط بسياسات الهوية والحروب الثقافية بشكل أو بآخر. كلا الطرفين في حروب صعبة داخل الحياة السياسية الأمريكية. الاثنين يعتمدان على وجود نوع ما من التخوفات لدى الرأي العام الأمريكي أو الوسط الأمريكي من أقصى اليمين وأقصى اليسار، وحتى شاهدنا اليوم في الانتخابات الأرقام التي حصل عليها الرئيس ترامب من اللاتينيين وحتى الأفارقة الأمريكان في عدد من الولايات المهمة يعطي انطباع أنه الخلخلة أو الحياة السياسية الأمريكية استقطبها حتى وصل إلى الأقليات التي كان من المفترض أنها تصل إلى نائب رئيس بايدن. هناك تخوفات، هناك حالة قلق موجودة داخل المجتمع الأمريكي بشكل أو بآخر، ومن المؤكد أنه مهما كانت النتيجة الانتخابات النهائية سواء فوز نائب رئيس بايدن وهذا هو المرجح أو حتى ترامب أنه الاستقطاب سوف يزداد ولن يقل، وعلى الرئيس المنتخب وفي الأغلب جو بايدن أن يقوم برأب الصدع، أنه يتحدث مع الوسطيين داخل الحزب الجمهوري، تهدئة الأجواء، البات في احتياج إلى مصالحة سياسية بشكل أو بآخر لتجنب وجود موجة شعبوية يمينية أخرى في عام 2024. داليا، في الوقت المتبقي، هل أسهم الرئيس ترامب، شخصية الرئيس ترامب، أسلوب الرئيس ترامب في تكريس حال الاستقطاب هذه الموجودة اليوم في الشارع الأمريكي؟ يعني عدد كبير من الجمهوريين لا يتفقون مع لا شخصيته ولا حتى طريقة تعامله. يعني أنا لو كانت بإيدي شخصيا كنت أمنع عنه تويتر نهائيا منذ اليوم الأول إلى حد الآن، لكن هذا لا يمنع أن هناك السياسة التي اتهجها، السياسة الاقتصادية والسياسات الخارجية إلى آخره، لا يمنع أنها كانت سياسات ناجحة للسنوات الأربع الماضية. لا يمنع يعني اليوم ترامب استقطب فئات كثيرة لم تكن ضمن اعتبارات الحزب الجمهوري كالأمريكان من أصول لاتينية وكأيضا السود. يعني شئنا أم أبينا، هناك من يحب هذه الشخصية وهناك من يقف كما قلت من يقف مع السياسات الجمهورية ومن يريد أن يقف بوجه السياسات الديمقراطية الجديدة. شكرا جزيلا لك داليا العقيدي، كبير الباحثين في مركز السياسات الأمنية، كانت معنا من هنا من واشنطن. أشكر ضيفنا أيضا من واشنطن الأستاذ محمد سليمان الباحث في معهد الشرق الأوسط، وشكرا لضيفي هنا في الاستوديو الصحفي توم روغن. شكرا لكم جميعا.